سابوا العضلات على الشغل، وازاي بيبنوا الهرم، وازاي بينقلوا الكتله الحجريه من حاجر لومان تراب شرق النيل لصحراء الجيزه بغرب النيل، ونحتوا ابو الهول وبنوا الاهرامات حجر على حجر على حجر، زي الكعبه المشرفه لما بناها ابراهيم وابنه اسماعيل عليه السلام. ان ابراهيم كان بيطوف البيت مع ابنه اسماعيل ويبني الكعبه حجر على حجر على حجر، لحد اما رفع القواعد من البيت واكتمل بناء البيت باركانه الاربعه الشرقي والغربي والشامي واليمني، بمنطقه ارض تهامه عند المملكه العربيه السعوديه قرب الحجاز، وجبال نجد وعسير وصحراء شرق الجزيره العربيه وصحراء نجد. حتى القبيله العربيه اللي جت استوطنت مكه مع بني اسماعيل واللي اتجوز منها اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم من ستنا هاجر كان اسمها قبيله جرهم، واتذكر بصحيح البخاري في حديث قصه اسماعيل عليه السلام لما نبع ماء زمزم من تحت قدمي الطفل اسماعيل وشرب منه العرب اللي هناك من قبيله جرهم واتجوز منها اسماعيل. اسمها قبيله جرهم العربيه، وفي شطقم والقصيم، ده كله في منطقه نجد بشرق الجزيره العربيه. لما نزلوا عند ستنا هاجر لما الماء نبع من تحت قدمي الطفل اسماعيل وستنا هاجر تقول لها زمي زمي، لا في الكعبه او عند ايه؟ منطقه ارض تهامه والتقاها مع ارض الحجاز بشبه الجزيره العربيه قرب البحر الاحمر عند ينبع البحر. ده بيسموها البيت في بدايه التكوين، او مكه في بدايه التكوين في عهد ابراهيم وابنه اسماعيل وزوجته من قبيله جرهم العربيه اللي اتجوز منها سيدنا اسماعيل عليه السلام. فهمت حاجه؟